وقع هادشي لا ربح. جيتو نتوما لقيتو هادشي؟ اه واخا. مشاهدي قناة الشوف تي في، أهلا ومرحبا بكم مباشرة من نواحي مدينة خريبكة، وحنا كنتواجدوا في بني خلف مشاهدينا. ما تتشوفوا معنا هاد الروينة اللي نايضة هنايا بسبب يعني حرب نايضة بين ولاد العم، حرب نايضة بين ولاد العم. هنا مشاهدي قناة شوف تي في كنتمنوا تدخل السلطات في القريب العاجل عاجلا، لأن الله يستر تقدر توقع كارثة مشاهدينا. كما تتلاحظوا معنا هنا كاينة حرب بين ولاد العم بسبب هذا البيت اللي كتشوفوا معنا في هذاك البريك. هذا البيت مشاهدينا كي هاد الناس كانوا هما اللي كيستغلوا تيقولوا بأنه في الملك ديالهم، تيقولوا هو في الملك ديالهم. كاين نزاع في المحكمة على هذا البيت، يعني مازال المحكمة ما حكمتش أو تعطي لكل حق حقه، يعني مازال هاد البيت هذا في موضوع نزاع في المحكمه. تيقولوا بان ولد عمهم خلاهم حتى ما كانوش في الدار، لان الام مسكينه مريضه وكتعالج يعني بعيد على هذا الدوار هذا بني خلف، خلاهم حتى ما كانوش وفتح من عنده، دخل هذا البيت لعنده لدارو، ولات محسوبه عليه هو. حل من السرجم، يعني داك السرجم اللي عنده اللي هيها حوز كما تنقولوا هذا البيت الملك ديالو، وخرج لهم حوايجهم هما لهاد لاكور وسدها بالبريك. تيجيو تيتفاجئوا بان حوايجهم ها هما برا كما تتلاحظوا معنا التلفازه، لان كانوا مفرشين بيت ديالهم لحد الان. يعني حتى الضو اللي في هذيك البيت كيعود لهاد الناس، يعني حتى دابا هاد السيده دار كيستغل حتى الضو ديالهم، يعني كما تنقولوا دار شرعي الضو. البيت موضوع نزاع، يعني كاين في المحكمه، خاص نتسناو المحكمه هي اللي تجي تعطي لكل واحد حقه. الا كانوا هاد الناس تراموا على هاد البيت، المحكمه هي اللي تخرج لهم حوايجهم او يجيهم امر بالافراغ يخرجوا حوايجهم من راسهم. هما كانوا مسافرين، تيجيو تيتفاجئوا بهذا الشيء، خرج من البيت ديالهم وتسدات بهذا البريك كما كتلاحظوا معنا. الشتا طاحت على حوايجهم، على التلفازه ديالهم. هاد اليامات هاد يومين، يعني هاد الشيء وقع نهار الاربعاء. زياده على ذلك مشاهدينا، تيجيو تيلقاو البيت الاخر اللي هذا ديالهم، تيجيو كيلقاو البيت الاخر يعني تفرقع عليه القفل حسب تلاحظوا معنا. والبيت هنايا الداخل كلها مرونه، الباليزات تقلبوا. وتيقولوا السيده المراه الكبيره اللي هي مريضه اللي كانت جات باش تاخذ ثاني الفلوس باش تمشي تعالج، باش كتلقى هذه الكارثه واقعه، كتلقى ساك مخبيه هنايا، لقات ساك فيه الفلوس. دابا نشوفوا شحال ديال الفلوس مشى ليها، وهذا الشيء كل شيء مقلب وكل شيء يعني محلول. هنايا مشاهدينا هذا الشيء وقع نهار الاربعاء. ربطوا الاتصال برجال الدرك الملكي لحد الان ما جاوش. يعني هنايا خليوكم معنا نسمعوا شنو واقع. هاك يا ميمتي، اجي قدامي يا ميمتي هنا، تفضل شدي هذا، احكي لنا ميمتي شنو اللي وقع. انا 3 شهور وانا مريضه غايبه لخريبكة تندوز، كنت حاطه واحد الامانه جوج ونص، جديت 100. تنزلي شويه الميكرو، غير نزلي هكا واخا. جديت 100 وخليت جوج، وملي جينا ليله الاربعاء يلا دخلنا بركنا، جينا نطلو صلنا كل شيء الرحبه ملي وحى علينا في المرح والبيت طالع بالبريك. ايوا قلت ما نعقطو لا لولدي لا حاجه. مشينا عند عمو عيطنا ليه برك معنا واحد شويه، قالك ما تعيطو حتى لواحد، الليل هذا يبدا بنادم جاي، يبدا بنادم يتخاصم. لا ما بغيتش انا ندير الصداع لولدي، عدو طايحين بعد ارواح. ودروك البركه في روسكم نتوما اللي غادي تفكوا هذا المشكل. دابا شنو المشكل اللي خلاه، علاش هو طرا مالكم على هذا البيت؟ شنو اللي واقع؟ هذيك البيت دابا ديال من؟ ديال عباس وزين الدين. شاري لا ما نقولوا السميات. ولد شكون هو؟ ولد عمكم ولا شنو؟ ولد عمهم. ولد عم الدراري. ولد عم الدراري. انا مرت عمو.
هاك هاد اللي وتلي البيت اللي شاري مشاد مع البيت تاعنا احنا هذا اللي في المرح، بشار يجيب ديك هادي تاعتنا اللي من هنا، مشى طلع الحائط طلع البريك سدها. وهذه دابا واش موضوع نزاع في المحكمة؟ مشينا للمحكمة زدنا مع 3 مرات، يعني مازال ما حكمتكمش باقة المحكمة ما تسحبوا من حاكمنا وراكم؟ لا محكمة لا والو، وجاه وقطرة مع البيت سدوا. دروك احنا مشينا لعند المحامي قال لنا سيروا فتحوه ودخلوا رحبتكم، قلنا له لا ما نفتحوش، تيفتحوا المخزن هذيك الساعة بعد بغى يفتح، هذيك الساعة بعد بغى يخرج الرحبة يعيط لنا يعلمنا لا حكمت المحكمة نخولوا احنا البيت. يعني كما كان سميه هنا دار الشرع يديه دار الشرع يديه. نعم انا نعطيك اختي وقولي نعم باش كطالبي دابا مهمتي فين ولادك انت يا فين ولا بناتي تيحنوا عليا في الطاليان، ولادي سامو جوج في الطاليان معانا عاد صغير. وفينو دابا ما جاش هو لا ولا دابا يمشي يجي الغوت تي مات خاف من الغوت، قلتي له ما يجي قلت له كاع ما تجي ديت تغوت، جا شاف هاد الشي وشق قالك ما نوقفش الغوت، فهمتي؟ نعم معنا واخا لان بغينا نعرفوا التفاصيل انت مهمتي ربما ما بغيناش نمحنوك بزاف اكيد مريضه لكن هنا مشاهدي قناه شوف تي في معنا بنتها غادي تربط بينا الاتصال من ايطاليا اللي عارفه الملف شنو فيه واللي بغات تحكي اشنو اللي واقع تشرح لنا اكثر هنايا مشاهدي قناه شوف تي في للتذكير حنا كنتواجدوا في بني خلف بني خلف نواحي مدينه خريبكه عطينا اختي الاخت ديال البنت ديالها انا جيت ندي فليسات ونطلع للدار، جيت ندي فليسات وجي نطل حطها هنا هنايا في هاد البيت ودابا ما تقيسي حتى شي حاجه مازال لا ما لا جابش لا رجال لدارك الملكي لا ما قصت حاجة، الباب ما قصتوه لا 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 الباب لقيتو القفل محيد بقينا دارنا بحالكم ما كناش حيد سير. نعم اذا نخليكم معنا مشاهدي قناه شوف تي في نسمعوا التفاصيل اشنو وقع معنا البنت ديالها مشاهدينا اللي كتواجد في ديار المهجر كتواجد في ايطاليا هي اللي غادي تحكي لنا اشنو اللي واقع كيحاولوا يربطوا بها الاتصال حكي لنا اختي. انا كنت نهار الاربعاء هنا ياك ضل هنا ما كاينه حتى حاجه، ملي وجيت جيت مخلي حتى حاجه كنت في البيت، ملي مشيت انا وداك الشيء جينا صنع الشيوخ نهار الخميس تمي لهنا ولا ما الاربعاء جينا الاربعاء جينا لهنا. انا تلاقيت مع عمي سلمت عليه في الكراج هذا ما كاينه حتى حاجه عندنا في الدار والو، خلي الدار جيت لقيتو بيتكم خارج خليت انا حليت هذا البيت الوسطاني قلت لامي جاني الصهد عاد جيت صهد شي مليوح هنا صرنا مخرجين مطلعين الحائط مطلعينه. هذه الاخت دينا معنا بنت هاد السيده اللي امامنا اللي كتواجد بالديار المهجر كتواجد بايطاليا بغات تدوز معنا في المباشر وبغات تحكي اشنو واقع ونشوفوا الطلب ديالها وبمن كتستنجد لان تيقولوا خفنا طيح الروح خفنا على خونا يجي لهنايا ويولي نزاع كيطلبوا تدخل السلطات التدخل العاجل لان هادشي وقع منها الاربعه وهما ربطوا الاتصال وما تدخلوا. السلام عليكم. لا ما قطعش لا واخا واش ربما هنايا ما عندكم واخا نحاولوا نخرجوا شويه هنايا. اذا مشاهدي قناه شوف تي في الاخت اللي في ايطاليا مصره انها تقول الكلمه ديالها ربما كونيكسيون ما ساعدتهاش انها توصل الصوت ديالها ودير الطلب ديالها فهنا فعلا مشاهدي قناه شوف تي في دير اختي دير هنايا. الو السلام عليكم اختي عندها راه ربما حتى هي عندها وما انا هي دي خدامه عندي هنا. اذا تعذر باش نربطوا الاتصال مع بنتهم اللي كاينه في ايطاليا شوف تي في كما قلنا خوتي فملي كنا درنا مباشر درنا مباشر وحنا جايين في الطريق. نعم اختي شدات هي مصره انها تقول الكلمه ديالها. كي دايره اختي؟ لاباس عليك؟
الحمد لله اختي، بارك الله فيك اختي. بريتي تحكي لنا وانت دابا على المباشر، شنو بغيتي تقولي لنا؟ شنو اللي وصل يعني ولاد العم لهاد الدرجة هذه؟ اختي نادية، اختي تنطلب اول حاجة اللي تنطلبها منكم وتنطلب من الدرك الملكي اللي يعني بهم هذا الامر باش يتدخلوا في اقرب وقت، لانني انا هنا في بلد ماجر ما تنعس من جيت هذه الحالة ديال هذا البيت لربعات سنين وحنا تنشارعوا عليه، والبيت ديالنا وتنشارعوا عليه ربعات سنين، وتنطلب من سيدنا الله ينصره، وتنطلب من الدرك الملكي باش يتدخل في اقرب وقت قبل ما توقع شي كارثه. حنا تنتسناو وتنرغبوا الدرك الملكي يتدخل في هاد الكارثه اللي غادي توقع، لاننا حنا تنتسناو السلطه اللي تدخل، ماشي باغي نديروا شي حاجه من ريوسنا باش توقع شي مشكله. انا خايفه دركا بزاف على كاين تعيش الاخ ديالي، تتعيش الام ديالي اللي مسنه وعندها مرض مزمن اللي تتعالج فيه، اللي دخلوا ليها الدار وشفروا ليها الدار ودخلوا بدون اذن الام ديالي بخليبكه، وملي جات تجي تدي الفلوس باش تمشي تعالج عند الكونترول صابت الدار مخيونه وصابت الباب، صابتهم سادين البيت، والبيت باقي ما حكمتش المحكمه، البيت في الابرام باقي ما دازت حتى شي جلسه، لانني اتصلت بالاستاذ القضيس تيقول بانكم خاصكم تمشيو تدخلوا باقرب وقت وتحلوا هذاك البيت بالبورطه. احنا ما باغيش نديروا هذا الشيء، احنا تنتسنى السلطات توقف معانا، ما باغيش نديروا شي حاجه. وقعت خيانه وقعت سرقه كبيره، لان خاون الميثاق ديالها في 2 مليون، حنا تنتعاونوا مع امي لانها ديما تتعالج، 2 مليون في الصاك، وسبرديلات ديال الاخ ديالك مانط وباقا ماقين تيقلبوا، فرقعوا البيت الصاله الكبيره ديال الواليد وزادوا سدوها بالبيت ثاني، سدوا البيت اللي باقي في الشرع. حنا ماشي مقلقين ان البيت، حنا كون جا شي قرار من المحكمه، حكمه المحكمه ديال الابرام ان هذا البيت ديالو ما كاين مشكل، ولكن على الاقل ما غيدخلوش تيكونوا اصحاب المنزل، تيكونوا اصحاب الدار عاد مش عندهم الحق باش يدخلوا، وخاصه يجينا شي بلاغ. وما يمكنش بنادم راه كاري وما تيخرجش من الدار الا وقع شي مشكله ديال باغي يخرجوا من الدار، تتجي الورقه، تتجي ورقه فيها مده شهر ولا شهرين ولا 3 شهور انك خاصك تخوي الدار، بحال تما الا ما دارش، والمحكمه باقا ما كملتش الحكم ديالها وتسرع قام بالسرقه. شو شكون اللي دخل دروك؟ انا تنطالب شكون اللي دخل الدار ديالنا وسرق هذا الشيء، وتنطالب شكون البناي اللي بنى هذاك البريد يقول اللي دخل لنا لدارنا وحنا ما كاينينش. هادي حقرة، هاد اشنو هو هذا؟ واش ما كاينش الحكم من نهار الخميس والدار مخيونة؟ ما تدخل لا دارك ملاكي، الشيوخ ما كاين لا شيوخ، ما تدخل لا القائد ديال اش غنقول لك، واش ربطتوا بهم الاتصال؟ اختي واش ربطتوا الاتصال بالسلطات؟ اختي مشينا لعند الدرك الملكي، مشات الام ديالي والاخ ديالي مشاو لعند الدرك الملكي، قالوا لهم سيروا جيبوا لنا الورقه من عند الوكيل. ملي مشاو لعند باش يديروا كتبوا عند كاتب عمومي الورقه وداك الشيء باش يدخلوا الوكيل، مشاو للمحكم، مشاو اختي عقبوا الغد لي مشاو ثاني عرضوا عتاله على الشيخ. انا اتصلت بالشيخ من ايطاليا، اتصلت بالمقدم والشيخ، قلت لي حشومه عليكم ملي تيكون شي تجي وتجري وتقول ديروا هذا، وهذه سارقه ما بغيتوش تخرجوا، علاش ما خرجتوش عاد على الاخ ديالي وما خرجتيش؟ وعاد علي انا من ايطاليا مع 11 ديال الليل، كي علاش ما مشيتيش؟ راه دارنا مسروقه وراه امي مريضه، راه امي لا ماتت رقات الله ولد عمي، امي لا ماتت في هذا الوقت رقات الله ولد عمي، لان لا يعقل تغيبي عاد تصيبي دارك مسروقه كي غادي باش تحسي باش تحسي اختي ناديه تكوني خارجه عاد تجي تصيبي دارك مسروقه باش تحسي وما يجي عندك لا مخزن لا والو. اذا هادشي شنو بقى وراه؟ وراه شي حاجه، هادشي وراه شي حاجه، كاينه شي حاجه. هو تيقول انا ديما نهار لو نهار في الجلسه الابتدائيه تيقول راه البيت راه ديالكم، والله لا ديتوه البيت راه هو ديالكم، ولكن والله لا ديتوه، غادي ندي انا راه عندكم البلاد، راه عندكم سيرو بنيو. علاش عندنا البلاد؟ عندنا هذيك بلادنا، هذيك بلاد بوانا الله يرحمه، وهذاك البيت ديال بوانا شاري 30 عام هو نادي اختي. يلاه دخل يلاه 8 سنين هادي، نهار توفى عمي تبادل معاه ماشي حتى شراء. واخا اختي بغيت نسولك اختي، راه
البيت كما كنقولوا حوز هل عنده يعني ساكن جنبكم؟ هذاك البيت راه كان هذاك البيت بدو دخلوا عنده، هو عنده الدار اللي باع ليه غير جوج بيوتا ما تبقى من الدار، كاين الدين كاين عبد الحميد. لا بلاش الاسماء رشيده، بلاش الاسماء، دير السميات. اوكي كاين المهم كاين ولد عمي شاري من عنده وشاري الحلق من عند عمي، دار شاطو فيها جوج بيوت وجوج ديال الطواليت، جوج ديال الطواليت ومرح، واحد دخيله تيدخل منها على الباب، هادشي اللي كاين في الدار. هو شد ترامل هذاك البيت وبعث مشى عند شي عدول كتب داك الشيء، دخل حتى البيت ديالنا دخلوا لعدو. حنا لحد الان تنسوق للمحكمه تنقولوا لها اشنو كاين، كيفاش البيت ديالنا وتحكم لصالح ديالو في الابتدائيه، ما عرفتش انا لحد الان. وتنخسر فلوس 3 مليون 4 مليون كل عام، 4 كل 6 شهور تمشي 4 مليون 3 مليون بياتو باش نوصل للمحكمه، وملي تلحق ما تيعيط عليا. واخا اختي رشيده، اختي رشيده بغينا نعرفوا دابا واش مازال هاد البيت هادي موضوع نزاع في المحكمه ولا صافي تحكمات؟ لا موضوع نزاع في المحكمه دابا في الابرام، النقد والابرام. نعم يلا اتصلت بالاستاذ قال لي راه يلا رسلت لي انا الاستاذ الفلوس، راني خلصت على هذا القد والقدر سي المتاعب ديالي باش هاد البيت يدوز في الابرام، راني اديت الامانه. وملي اتصلت بيه عاون البارح قال لي هذا ظلم البيت باقي ما داش كاع، باقي ما تحكم لا لصالحكم لا لصالحه. يعني دابا هو الترامة الترامة يعني هو دار تنفيذ بلا محكمه، نعم يعني انتوما ما توصلتوش بشي، يعني رشيده اختي انتوما ما توصلتوش بشي افراغ ولا شي تنفيذ ديال الافراغ ولا بتاتا بتاتا ما توصلنا لا بتبليغ ما توصلنا بشي حاجه. نعم دابا قلتوا لي حتى الضو، حتى الضو مازال في هذيك البيت على حسابكم انتوما رشيده؟ شوفي اختي مع شويه كونيكسيون يمكن ضعيفه هنايا. اذا مشاهدي قناه شفت معنا جديده يعني اللي هما البيت ديالهم هادي اللي هي كتواجد بديار المهجر في ايطاليا اللي شرحت لنا الموضوع شنو واقع فيه. فهنا مشاهدينا الام ديالها او السيده اللي كتسكن كانت مريضه، هي مريضه مده هذه شهور وهي في مدينه خريبكه كتعالج، حاطه هنايا فلوس كتقول بان هنايا مشاهدي قناه شوف تي في مشى لها صاك، قالت لك كل مره كنجي لهنايا كنهز 100000 ريال. مازال رشيده معنا على الاتصال، قول لها اختي هاك يلا هضري. رشيده اختي بالنسبه للوالده ديالك تتقولي بان كاينه حتى السرقه. الو وي رشيده اختي كتقولي كاينه السرقه؟ شوف اختي سيري هي هي الا سمعت مزيان نجي عندك ليها. واخا رشيده نرجعوا للبلاصه اللي كنا فيها، ربما هي لا تشد شويه. الوالده ديالي هبطت على اساس ما كانتش غتهبط، عندها الكونترول نهار الجمعه، هبطت نهار الخميس هبطت في الليل باش تاخذ الفلوس وطلع باش دير كونترول. ملي دخلوا الدار كانوا شربوا من الاربعه ماشي الخميس. إذن هذه رشيدة كانت من إيطاليا ربطت بنا الاتصال اللي كتناشد الخايفه على الام ديالها، خايفه على الاخ ديالها، خايفه توقع الكارثه، خايفه لو ان يجي خوها هنايا.
ام توقع كارثه نرجو التدخل العاجل. هنا مشاهدينا يعني كنحاولوا انا ما نقيسوا حتى شي حاجه لان تيقولوا القول قفل يعني محيد. الزوج ديالها شوف يلا هضر هضر نعم سيدي مرحبا بك اهضر معطي هضر اختي اختي عافاك خليه يهضر وين تفضل خويا مرحبا بك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله مرحبا خويا. كتسمعني اختي راه عندي الكونكسيتي شويه قليله. نعم خويا كنسمعوك مرحبا خويا. للاسف. اجي اختي اجي انت اللي كنتي حاضره هنايا امتى جيتي للدار عاودي لنا بالتفاصيل ما تزربيش لان شفتك شويه كتزربي عاودي لنا بالتفاصيل امتى جيتي للدار. انا جيت نهار الثلاث ما كاين حتى حاجه دخلت البيت ها ديرو نهار الثلاث جيت طال لهنا ما كاين حتى حاجه دخلت هذوك السديدات راه فينا هما شديتهم وحطيتهم بحال هكا وجمعت واحد الدوزان ديال الطاكسي كله وداك الزيت وداك الشيء ديال ديال الطاكسي ودرتهم في واحد داك الساك وداك الساك خرجته ديته للماكازا عندنا لهيه ما خليت حتى حاجه مشيت ونهار الاربعاء جيت انا وامي لهنا مع السته جينا لهنا قعدنا وانا نقول امي جاني الصاد نحلها الباب حليته تصلنا الرحبه مليوحه سارده القطر طاحت عليها الشتاء طاحت عليها الشتاء طاحت عليها كل الشتاء لقيتي رحبه وهذا الباب شنو وقع عليه؟ هذا لا لقيت هذا محلول هوك لقيت كل شيء لقيتي القفل محيد كل شيء لقيت هذا الشيء هوك لقيت انا حنا تبهضنا يتخلينا البيت هكا حولت انتم دابا قصدتوا شي حاجه ولا هكا لقيتوا شيء؟ لقينا كل شيء حنا بعتر لقينا كل شيء داو لينا كل شيء قلبوا لينا وكل شيء حنا ما خاصهمش يخرجوا لنا الرحبه خاص ولاد عمنا يعيطوا علينا حنا عمر ما لحقتنا حتى حاجه حتى شاهد ولد عمنا من الدار البيضاء حنا عمر شي واحد ما لحقنا يعني جيتو لقيتو الرحبه لقيناه هو حنا ما لقيناش خارجه ولقيتو ولدك الباب لقينا الباب الباب قالك طلعوه في الليل اللي سمحنا حنا البيت قالك تبنى في الليل نعم ربطتو الاتصال بالشيخ ديالكم ربطتو ربطنا ها قلت لك هذا جا شكون اللي جا ها قلت لك هذاك الشيخ وعلا ما جاش قبل لا جا جنا حنا درك جنا ورينا الرحبه جينا جينا قالك غادي يخرجوا الجدار ميديا حتى الغدا قالك منين حتى نتوما وقع هادشي وقع لينا نهار الاربعاء هادشي هادشي وقع لنا نهار سمعتوش بالسلطات نهار الاربعاء ملي لقيتو هادشي ايوا مشينا اليوم وقالك ما نخرجو حتى الغدا قالك حتى الغدا لقاها من الاربعاء من الاربعاء من الاربعاء هادشي طرا لينا الاربعاء قلت لك جينا حنا من الاخر يبقى انا نهار الثلاث كنت هنا ما كاينه حتى حاجه امي جا نهار هذاك النهار جا نهار جيت انا سمعت انا ولد عمي هذا ولد عمي اللي في الدار البيضاء جا لهنا واخا سمعت دابا هاد البيت هادي ملي سدها هنايا واش محلول شي باب اخر؟ هي راه محلول الباب هي كان 10 جم محلول عنده؟ راه محلول دوك عندو الباب صافي والضوء ديالنا الضوء ديالنا بقى الضوء ديالنا هي الضوء ديالنا راه شاعل عندو درك يعني دابا هاد البيت دخلها لعندو الضوء؟ هي دخلها لعندو درك راه البيت الشيء الضوء راه مضوي عندنا حنا راه الخيط راه دايز ولاد عمنا ما كاينش اللي عاقط علينا وداك الشيء وقال لنا جو خرجوا رحبتكم ما قالوهاش لينا يعني دابا هادي راكم في المحكمه مازال محكمه ايه باقي في المحكمه ولا مشى نقطوا كوا وباقى ما دازت حتى محكمه ومشينا عند المحامي قالك باقى ما دازتش ولاد عمنا كلشي عندهم التليفونات ديالنا تعيطوا على امي ديما تعيطوا على امي تيقولوا لك بقيتي وملي قلنا لهم قالك ما عندناش التليفون خاص ولاد عمنا يعيطوا علينا يعيطوا علينا اختي نعاودوا نسمعوا شكرا رشيده مازال رشيده معنا يلا هضر تزيد تهضر معنا شنو رشيده نعم اختي مرحبا اختي رشيده شكون بغى يهضر معنا الو عندهم راه هما اللي عندهم كونيكسيون ضعيفه انا راها خدامه عندي الريزو في هذاك واخا نحاولوا ندخلوا فين عندكم الريزو شدي لها اختي فين شاده فين الحكومه داروا رسوم على الميز خرجوا لينا فراش وخرجوا لينا وسدوا ونقصوا منهم رشيده رشيده اختي ها انت هضري نقصوا من هنا شو الحاج تسكتيني يلا خلي قالت كيهضر هضر الو يلا هضري نادي اختي نعم رشيده اختي مرحبا انا كنسمعوك اختي
خصني نشوف شي بلاصه اللي فيها الريزو ولا كنعتذروا في البلاصه. سير اختي لشي بلاصه اللي فيها الريزو. شي راه البلاصه في البيع. اذا نخليكم معنا مشاهدي قناه شوف تي في، نشوفوا الاخت رشيده اللي مازال بغات تربط معنا الاتصال. تفضلي يا رشيده. تفضل يلا هضري 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 رشيده يلا هضر معايا. السلام عليكم اختي. لا ما عندوش كونيكسيون. الو السلام عليكم. عليكم السلام اختي. الو السلام ناديه اختي، غندوز لك الزوج ديالي تا هو يقول شي اقوال على هذا المشكل. مرحبا اختي. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام سيدي. مرحبا نادية. السلام عليكم. لاباس عليكم؟ الحمد لله. الحمد لله خويا بارك الله فيك. الا كان تقوليني على شي حاجه انا كانت غامضه باش نشرح لك مزيان. حنايا دابا بغينا غير نعرفوا هذيك البيت واش سير وانتم متاكدين بانها موضوع نزاع مازال في المحكمه ما تحكماتش، وباللي هاد ولد عمكم جا ودار شرع يديه. هادشي اللي بغينا نفهم، واش مازال موضوع نزاع؟ ايوا المهم البيت راه مازال في موضوع نزاع. النزاع راه داز في المحكمه الابتدائيه، حكم لصالحه ياك. نعم. وعقبنا درنا الاستئناف. نعم. المحكمة الاستئنافية هي تحكم البيت للصالح ديالو. نعم. ودابا راه طلع النقد والإبرام، الملف راه طلع النقد والإبرام. دابا السيمانة اللي فاتت دوينا مع المحامي، قال لك اودي راه مازال ما كاين لا جلسة لا شي لا حتى شي حاجة. نعم. رانا رسلت لك الورقة ديال الوثيقة باش خلص المحامي. نعم. الصندوق راه غاتوريها لك خديجة. المهم بالنسبة للنقد والإبرام راه مازال ما كاين حتى شي حاجة. دابا اللي بغا نعرفوا حنا كيفاش هاد السيد وصل وتعدى ومشى لاح الحوايج هذيك المراه، لاح ليها حوايجها ودخلوا للدار وكرفصوها وداو ليها مسائل ديالها بلا شي قانون. بلا حنا تنطلبوا منكم باش توجهوا هذا النداء للراي العام والسلطات والناس اللي مكلفين باش يتدخلوا في اقرب وقت حقاش هذه المشكله. ظلم ظلم ما تيبغيه لا الله ولا العبد. نعم. نعم اخي شكرا لك اخي، ونتمنوا يعني حتى حنا بدورنا كنتمنوا يكون التدخل العاجل للسلطات يعني باش يفكوا هذا النزاع، لان الله يستر دابا قالوا لي بان ولدها تتقول له ما تجيش، خافت على ولدها. من طبيعه الحال دابا السيده راه خايفه على ولدها، لان هذا الشيء ما تيتقبلوش العقل. واش الانسان تيدي لك محل من المحل ديالك ويدخل ويدي لك حوايجك وهو وحدك؟ اش تيعني هذا؟ اذا لما كان شي تدخل راه غادي يكونوا مصيبات. نعم. حنا تنتسناو الامر ديال السلطات والقانون. شي لا تحكم الا تحكم بالنقد والامبرام للصالح ديالو. نعم. مرحبا حنا نعاونوه باش نسدوا معاه، ولكن لا هادشي راه ما تيبغيه لا الله ولا العبد. البيت راه ديال هاد الناس، البيت راه ديال هاد الناس، راه 24 عام اللي تزوجت انا من عندهم والبيت ديالو. نعم. وباللي دخلوا الضوء باللي الله جات الشركه ديال 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 الضو ديال الاناره. نعم. الدوار كانوا هما من الاولين مستافدين. وفكرتيني بالضو، دابا الضو دابا هو سد البيت، وكيقولوا لي باللي الضو في ديك البيت على حسابهم دابا، راه الضو هم كيضوي بالضو ديالهم في البيت. الضو في البيت راه عندو الخيوط متصلين ودايز في وسط الحيط. نعم. دايز في وسط الحيط على حساب المكنه ديال الحاجه. نعم. هذاك البيت دابا في الاول ديالو هو راه جزء من هذيك الدار كامله ديال عم المدام. نعم. ياك هو في الحياه ديالو باع جوج بيوت في الاول، باع واحد لزين الدين. نعم. بلاش الاسماء خويا، بلاش الاسماء. نعم. المهم هذيك الدار ديال عم رشيده باعين منها جوج بيوت، واحد هو هذاك اللي في الشرع دابا، والاخر شاريها السيده اللي جارتهم. وما تبقى يمكن لا جوج محلات وشي جوج طوالات ولا هذا. نعم اخي، الرساله ديالكم الاخيره اخي شنو بغيتوا تقولوا؟ بغينا هاد النداء ديالكم يوصل للراي العام ويوصل لسيدنا ويوصل للسلطات اللي مكلفه باش نحدوا من هذا الشيء. حنا نتسناو نقضوا الابرام نتسناو، ولكن المحل خاصو يتفك ويبقى خاوي ما يسكن فيه لا هما الى السيده. المحال يبقى خاوي في حاله نزاع حتى يكمل الحكم ديالو. نعم. هنا الحاجه كتقول بان كاينه سرقه، قالت لك مشى لها شي صاك،
تحل بيت اخر ومشى لها شي صك فيه الفلوس. الناس داخلين، الناس داخلين هي في الغيبه ديالها واستغلوا الفرصه حقاش كنت صابت حاجه تماك ما غاديش يقدروا يدخلوا. وراك شتي فين كاينه هذا، راه مشى ليها صاك فيه دواء فيه فلوس فيه المهم الناس راهم داخلين للدار وفتشينها، وهذا الشيء راه ما تيبشرش بالخير. لما تدخل السلطات في اقرب وقت اش غنقول لك، راه ما شاء الله وصافي. نعم اخي، شكرا لك، شكرا للمشاركه ديالك والمعلومات. السلطات المحليه والسلطات اللي مكلفه. حسبي الله ونعم الوكيل اختي نادي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله. العفو اختي، شكرا شكرا شكرا. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، العاجل نرجو التدخل العاجل، السر تقدر توقع الكارثه. هذا الشيء وقع من نهار الاربعاء، ربطوا الاتصال برجال الدرك الملكي بالسلطه المحليه، حتى واحد الى ما كيقولوا الى ما تعينش هذا الشيء شنو غادي يوقع، غادي تطيح الروح، لان حتى هما عندهم ولدهم راهم غير شادينه، تتقول له مو ها سختها الرضا ما تجيش، ما تجيش لان غادي نكبروا الموضوع. حنا هما تيقول لهم المحامي سيروا حلوا هذاك الباب حسب القول ديالهم، حلوا حيدوا هذاك البريك ودخلوا، ولكن ملي غادي يحيدوا هذاك البريك اش غادي يتسمى، ودخلوا ثاني عند السيد الاخر هو فتح باب من اللي عنده للدار. اذا غيتسمى هما مره اخرى داروا شرع يديهم هنا، كيتمناو تدخل السلطات لان ما كاينش شي قرار من المحكمه، ما كاينش شي حكم المحكمه اللي كيستدعي انهم خصهم يخرجوا. كيتفاجئ اربع ملي كتجي الحاجه للدار كتفاجئ بان البيت ديالها خرجوها ليها بحال هكا، طاحت عليها شتات التلفازه كذلك، هذا الشيء اللي كتشوفوا امامنا موضوع نزاع في المحكمه. انا اللي تيقولوا حسب لقاوه حتى هو محلول محيد ليه القفل، لقاوه هاد البيت هادي مقلبه، هادي ماشي موضوع نزاع، ولكن هنا كتقولوا بان كاينه حتى السرقه. شكون دخل؟ يعني يجب فتح تحقيق اكيد، شكون دخل لهاد البيت هنا؟ يا راهم عرفوا شكون، يعني السيد اللي عندهم معاهم نزاع اللي هو ولد عمهم راه فتح هذاك البيت وراه ردوا لعندو ودخلوا عنده للدار ومازال كيقول ديالهم، هذا تيقولوا عرفنا شكون، ولكن هنايا شكون دخل لهاد البيت ديالنا من بعد ما جات الحاجه باش تاخذ الفلوس؟ كتقول هنايا كان عندها صاك فيه الفلوس، كل مره كتجي من مدينه خريبكة كتهز 100000 ريال، هاد المره جات ثاني باش تهز لانها كتعالج، كيتفاجئوا بالبيت ديالهم بحال هكا كلشي مقلب، الباليزات مقلبين، سكن الصاك اللي فيه الفلوس ما كاينش، وكيلقاو فراشهم وحوايجهم بحال هكا، والقفل ديال الباب. إذن مشاهدي قناة شوف تي في كونيكسيون كتمشي في هذيك البلاصة. إلى هنا مشاهدي قناة شوف تي في كنجيو لنهاية هذا البث المباشر من نواحي مدينة خريبكة وبالضبط من بني خلف. بارطاجيو خوتي باش إن شاء الله يكون التدخل العاجل باش يوصل لأصحاب القرار، يوصل للسلطات يديروا التدخل العاجل قبل الله يستر ما توقع الكارثة هنا ببني خلف. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.